الشمالي على اليمين هنا في الركنية سولار وجول البرازيلي يسجل جول لفالنسيا بهكذا الشكل من ركنية ليستا يسجل رابع أهدافه الحكم مش هنا اللي قبلها كان اعتراض من قبل المدافع تيري كوريا مظلمة عندما يقررون سأقرر يحتسب حكم خوزي ماريا سانشيز يضيعها وقالولا وقال سلام عند الدقيقة 13 صدها سيلسن لاحقها بوسكيتس لو ضيعتها يا ليو في حسن فالنسيا لهدفه ولكن ميسي قال له مقدسي وليو ميسي لصالح أراوخو عناصر فريق ريال بعد الجهة اليسرى بيدري يطلبها جوردي يرفع كرة عالية خطيرة غريزمان رائع ديونغ ورائع سيليسن منذ حين بأنه عندما انتقده يسجل الهدف الثاني عشر هدفان مقابل هدف واحد وغريزمان في المكان المناسب والوقت المناسب في التايمينج الرائع أمام غريزمان ولكن الارتقاء كان رائع من فرانكي دي هدفان مقابل هدف واحد صارت النتيجة لبرشلونة على يسار جول با 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 منقذ لبرشلونة ليو نعم حتى في بمساعدة القائم ارتطمت ودخلت وجاء الثالث لبرشلونة جول تركت خمسة أمتار يا سيليسن على الزاوية وما زال نزيد نشاهد أهداف في هذه المباراة ميسي في المستايا على فالنسيا يا سلام الأمر سيحسم الأسبوع الجاي في المواجهة في مدريد بين الفريق سولير يا له من صاروخ أرض جار جول يا سولير جول لولو يو 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 لو لمستها بأصابع يديك أملاك بوفون لقب سكوديتو مع يوفي القبلة الأولى لا يمكن نسيانها بمع كل الفرق وهذه كرة بسرعة مولينا بربا حاول كرة لمست المربي واستقر داخل الشباك 2021 ليس هيا يا رونالدو دون تعني التار رونالدو سجل وحده على مرمى سكوفيت رونالدو كانونيري هداف الدوري الايطالي يستلم رابيو يمر الفرنسي رابيو رونالدو المنقذ هو ملك الزاوية الصعبة يسجل رونالدو بالإسباني بالطلياني رونالدو هباب السيريا تحت أقدام هذا البرتغالي بيبيا واسأله